هلا الكل، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح فرجيكم منتجاتي رح فرجيكم مشترياتي او المنتجات اللي اشتريتها من ايطاليا. في كم منتج كمان اشتريته من هون من المانيا، فرح فرجيكم اياهم بهذا الفيديو، لانه في صبية طلبت مني اني فرجي مشترياتي. كنت حاطه سؤال بفلوج تبع ايطاليا، اذا ما شفتوه رح احط لكم اياه هون، رح احط لكم اياه بقسم الوصف تحت، روحوا شوفوه. كتير فيديو لذيذ، من احلى الفيديوهات اللي عملتها لهلا. فعلى هيك صورت لكم هذا الفيديو، بتمنى انه ينال اعجابكم. قبل ما نبلش بالفيديو حابه اذكركم، اذا كنتوا جداد لا تنسوا تشتركوا في القناه، تضغطوا على هذا الزر الاحمر وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو اذا حبيتوه. وهلا في ملاحظه صغيره، تقريبا نص الفيديو كنت ناسي يعني حط مايك، فبعد نص الفيديو تذكرت انه عم طلع انه في شيء ناقص، تذكرت انه انا ماني حاطه مايك، ف اسفة كتير، لانه في اشخاص عن جد عم يعصبوا انه الصوت ما عم يكون واضح، بس عن جد اعتذر كتير، وعدكم انه شيء ما رح يتكرر، وعد وعد. وهلا كتير حكيت والفيديو اوريدي طويل، فخلونا نبلش بالفيديو. اول شيء رح فرجيكم اشتريت من سيفورا، لانه هذا المحل اللي بيوجع كل شيء، لانه اغلى شيء. اول شيء اخذت الأرن ديكاي بورن تو رن باليت، أحسن باليت استعملتها لحد هلا، كتير بنصح فيها. نازلة عن جديد، هي 21 لون بين مات وبين شيمر وبين ميتاليكس، كتير 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 الباليت حلوة. بنصح فيها كتير لأنه فيها كل شي بدك إياه، فيها أزرق، فيها أخضر، فيها روز، فيها أورانج، فيها بني، فيها أسود، فيها لون أبيض تتعملي هايلايت لتحت الحاجب ولمدمع العين، فيها أسود وبني خش تعملي فيهم سموكي، فيها ذهبي، برونز، كل الألوان اللي بتصرف عليك فيكي تعملي أي لوك، من لوك بيسك وأساسي كتير للوك سموكي وخرج صحراء. كان لازمي ماسكارا، فا كتير بحب استعمل الماسكارا تبع لانكوم، والهايبنوس دراما والدول ماسكارا تبع لانكوم كيف بحبون. بس سمعت عن هاي الماسكارا الجديدة تبع لانكوم المونسيو بيج، سمعت انه كتير منيحة وكتير يوتيوبرز كبار نصحوا فيها، فشفتها. هاي الست فيه ماسكارا، فيه وجهي عرض، فيه ماسكارا، فيه قلم كحلة، وفيه مزيل مكياج عيون. بعد اخذت البير مينرالز اوريجينال مينرال فيل، هذا الباودر عندي هلا تاني مرة اشتريته هديك السنة بس كان المقاس الاصغر، لا اشتريت المقاس الاكبر. بيجنن الفاونديشن، فيهم لونه على عظمي، هو مو فاونديشن يعني ما خرجت تحطيه كفاونديشن لأعطيك تغطية، بس بحطه أنا لأثبت الفاونديشن السائل اللي تحته، بيجنن. فيه لونه على عظمي منه أبيض، وفيه مثل لمعة أو شين كتير خفيف، بيعطي تحسي هيك نضار للوش، يعني ما بيعملوا هيك كله مات وكرموت. فيه بشرتي نسيت كنت أقول، بشرتي صايرة جافة، فما عم حب اللوك المطفي كتير، فكتير استعملت، كنت أخذت معي هاد الفاونديشن، فرحت جبت الأكبر منه لأنه بجنن كتير. أخذت فاونديشن من بيكل Ultimate Coverage Complexion Foundation، اللون اللي أخذته شيل. هاد فاونديشن full coverage، تغطيته كاملة، وماني مجربة من بك أبدا أي فاونديشن، فأخذته كمان كتير نصحوا فيه، ف أخذت كمان. بس هدول كان الأغراض اللي أخذتهم من سيفورا. بعدها رحت على كيكو اللي هي الماركة الإيطالية، ماركة الميك اب الإيطالية، أخذت مانيكور أو إكلادور، أخذت هاد اللي بيجنن، اسمه perfect gel duo، أخذت تبعي بالرقم 672. هو عبارة الفكرة تبعه انه هو
إكلادور بيجي مثل الجل، بيعطيك اللوك تبع الجل. بصراحة أنا مش كنت حاطة طوشل طول اليوم لأني بلش رقحت، ضيّني تماما أسبوع من الثلاثة الماضي لليوم للتنين. ألوانه ما في منها كتير، ما كتير في إنه 20 لون، في كمية محدودة من الألوان. أخذت هذا اللون. إذا أنت شخص بيستعجل يعني بيحط إكلادور وما عنده استعداد إنه يستنى 3-4 ساعات لينشف الإكلادور وما يخطط، فكتير بنصح في هاد. بتحطي طبقتين من اللون، بتستني دقيقتين، بعدها بتحطي التوب كوت أو اللي بيجي اللون الشفاف اللي بنحط فوق الإكلادور، وبتحطي هاد فوق، وبعد ما تستني دقيقتين وبتستني 3 دقايق بعد ما تحطي هاي الطبقة، بتحطي طبقة واحدة منها و بيكون ناشف ناشف ناشف. يعني أنا لو قد ما حاولتي خلص انه نشف ولزق وله لمعة كأنك عاملة ضفيرك بالصالون، فكتير بنصح فيه وكتير كتير حبيته. يعني كتير انصدمت بصراحة لما شفت النتيجة، كتير حلو. واخذت كمان توب كوت عادي شفاف، هاد فاست اند شايني اسمه بيس اند توب كوت، فبحطه قبل ما احط الاكنادور بحطه بعد ما احط الاكنادور ليعطي لمعة ولينشف المناكير بسرعة. بعد اخذت اي شادو من كيكو بالرقم 218 اسمه واتر اي شادو. هذا الاي شادو او هذا للعيون ممكن تستخدميه بفرشاي بدون ما تنديه، وايضا تستخدميه مع فرشاي منديه، لهيك اسمه واتر اي شادو. صاري ساعه عم احكي وانا مستعمل المايك. يا الله، ما خرج يكون بروفيشنال في حياتي. بعتذر كثير لاني لي ساعتين عم احكي بلا مايك. اوكي، نرجع للاي شادو. الاي شادو كثير حلو، لونه مشمشي بس فيه لمعه ذهبيه كثير كثير حلو. هو بلا ماي لمعته حلوه، فتخيلوا مع ماي هذا اللون كثير 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 حلو. هاد بالرقم 218 مثل ما قلت. اخذت حمرتين من كيكو، واحدة اسمها Green Me Pencil Lip Gloss، اخذتها بالرقم 02 Pure Rose Nude. قلم nude nude لونه كتير حلو، فقلت انه الايام اللي هيك مستعجلة فيها وحط فيها هيك بس شي خفيف يكون هيك له لمعة يبينه، بس هيك بس لون خفيف على التم، فحبيته كتير. وبيجي هيك مثل قلم خشب كتير كتير لذيذ. بعدها اخذت هات الحمرة العادية اسمه Unlimited Stilo بالرقم 05 رون خريفي شتوي، لون موف روز موف. هذا لونه كتير حلو، وحسيت انه بداية لاني بعد ما حطيت اللون على ايدي بالمحل نسيت امحي وقت بحيت وعد تقريبا 20 ساعة وكان معلم، فحسيت انه رح يضايق. ان شاء الله يضايق لاني ما بحب يعني بحب حط لون على تمية وانسى يعني. بعدها رحت لمحل بيعمل سكين كير او عناية بشرة ولكن كله طبيعي، فحبيت اخذ كم منتج جربهم. اول شيء اخذت الارغون مراكن اويل، اخذت زيت الارغان المغربي. اخذت زيت الارغان لانه حاطينه للشعر للوش للجسم وللضافير. بعدها كمان اخذت ماسك برايتنينج او ماسك مفتح ديتوكس بالطين من سيسيليا او من صقلية ومن يينغ يانغ اسنشل اويل، بالاويل تبع اليينغ يانغ، ما عندي فكرة شو هذا الاويل او شو هذا الزيت. حابة اجربه و بقلكم كيف. هاي اخذت هذا كمان. بعد اخذت كريم للعين بخلاصة التوت البري، وكتير وقتها نصحتني فيه الصبية لانه قالت لي انه كتير منيح، فاخذت هاد كمان ان شاء الله الاقي عليه نتائج. هذا عملت اوردر او طلب من دوغلاس
اكثر شيء طلبت سكين كير او مواد عناية بالبشرة، لانه مثل ما قلت كثير حابة غير بالمواد اللي عم استعملها. طلبت من ماركة جديدة نازلة اسمها The Ordinary، هي ماركة بريطانية. اول شيء اخذت المرولا اويل او زيت المرولا، استعملته مرتين، بيجنن الزيت عن جد يعني فورا لقيت نتائج عليه. استعملت حال مع منتج تاني، الكومبينيشن طبعا اول المنتجين مع بعض، ولما استعملتهم تاني نهار لقيت حسيت بفرق عن جد. بدك تستعملي كمية كتير قليلة منه لانه شوية صغيرة بروح معك لمدى طويل. ده اخدت هيلورونيك اسيد وبي 5، 2% هيلورونيك اسيد وبي 5، كتير مفيد الهيلورونيك اسيد للبشرة الجافة. اعمل فيديو كامل على العناية بالبشرة، لهيك ما رح ادخل كتير بالتفاصيل لانه اوريدي بعرف انه الفيديو رح يكون مليون سنة. بعدها اخدت هاد اللي هو اللاكتيك اسيد 5% وهيلورونيك اسيد. بعد اخذت هاد اللي هو احلى برونزر، احلى مسمر. اذا بدكم واحد او لازمكم واحد هلا روحوا اشتروه، لانه لي سنتين تقريبا ما عم اسمع غير عن البتر برونزر من فيزيشنز فورمولا، وما حق لانه هذا البرونزر اللي استعملته اليوم بيعقد بجنن بيخبل كتير 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 حلو، ريحته بتجنن. اول شيء ريحته ريحة صيف، ريحته بتجنن، ريحته اناناس على جوز هند على بتجنن. اخذت تبعي بالرقم برونزر، على موقع دوغلاس كان في البرونزر واللايت برونز، ف اخذت البرونزر بجنن. فيك تعملي فيه كونتورينج وتستعملي كبرونزر او فيك تستعملي كمسمر، لاني لونه منه كتير بارد ولا انه كتير وارم، منه كتير دافي، فلهيك بجنن كتير بنصح فيه وعن جد بيعقد. اخر شيء الهايلايت باليت من كاتريس الجديد نازلة، اسمها Light Up The Stars، بتجنن كتير حلوة. يجي فيها ثلاث هايلايتر، يجي فيها واحد ابيض على شامبين، وفيه كمان شوي روز، فيه واحد بيجي للبشرة كتير سمراء، واحد للبشرة المتوسطة بيجي على ذهبي. انا استعملته مرة واحدة وخلطت هاللونين مع بعضهم، خلطت ستار بوي ما come here for glow الستارز كم اب، هذا اللون كتير غامق بالنسبة. هاد فيني حطه توب ليد برونزر، يعني اذا مصمر عندي مات كان مطفي ومتحمشتي حط له شوية لمعة ففيني استعمل هاد. باليت بتجنن، ما توقعت بصراحة، ما كنت متوقعة انه تكون هيك حلوة. اوكي صبايا، هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى انه يكون نال اعجابكم ونال رضاكم. لا توخزوني كتير لانه الفيديو طويل، يعني بعرف من عم شوف العداد عم يمشي قدامي على الكاميرا بعرف انه كتير كتير طويل، بعتذر من كل قلبي، بس حاولت اني كتير اختصر، يعني شوفي ما كتير حكيت عن المنتجات الا المنتجات اللي كان لازم احكي عنها، انه المنتجات اللي كتير كتير حبيتها اللي استعملتها وحبيتها وشفت عليها نتائج فكان لازم اخبركم عنها. لا تنسوا تكتبوا لي طلباتكم، اذا عندكم اي طلبات لا تنسوا تكتبوا لي اياهم بقسم التعليقات تحت، وحكوا لي اي خلفيه حابين، اذا حابين الخلفيه ولا حابين تكون خلفيه، لا حابين تكون خلفيه بس بيضاء، يعني اعطوني ارائكم بالفيديوهات. بحبكم كثير، لا تنسوا الجمال مش بس من برا، المهم نكون حلوين من هون، وبشوفكم بالفيديو الجاي، باي.